شكرا. عندكم 20 ثانية ما تستعجلوش. تاريخ والسؤال هو في أي عام وقعت معركة العالمين الثانية؟ معركة العالمين الثانية سنة كام؟ فاضل 10 ثواني، 5 ثواني، كان فاضل ثانيتين يا عكاشة. إجابتك 1946. 1946. وبيقول لا 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 واحدة صح؟ واحدة واحدة. شوفي السراج بيقول لك استني عليا. استهدوا بالله يا جماعة. ماشي 1946 إجابة خاطئة. 1944. أنت بتسألني؟ لا عيب بفتي. 1944. 44. طب بتفتي ليه؟ هنخسر إيه؟ ما عندكش حاجة تخسرها. لا والله متولقت. سراج 44 إجابة خاطئة. المرة دي يا زائد 5 يا ناقص 5، والاختيارات هي 1920 1970. طبعا يا دينا خدت الثقة. أكملهم 1942 1980. وإجابة 42 1942. اشمعنى 42؟ علشان الحرب العالمية كانت في الفترة دي. احنا كنا قاعدين نتناقش انهي سنة فيهم يعني. كنا بس مش متأكدين. خدتي اي كيو، برافو عليكي دينا. اجابة صحيحة 1942 هي الاجابة الصحيحة. والنتيجة جنوب الوادي 20 ام اس اي 5.